قرعت طبول الحرب الانتخابية وبدأت تجلياتها في حرب لافتات سبقت زيارة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لعرين المردة قضاء إزغرتا. بحراسة أمنية فرضت اللافتات الترحيبية بالضيف في إعال بإعاز من محافظ الشمال رمزي نهرة. طلعوا الشباب يخطب ورحب بمعالي وزير الخارجية. نتفاجأ أنه بيجي ناس بيشيلوها أنه ما في أذن البلدية. أعطيت في أذن أنا شخصيا ورجعنا علقناها وطلبنا من قوى الأمن أنه ما تنشيل هاليافطة. هلا ما بستغرب أنا أنه مثلا يكون محافظ الشمال هيك. صرت سامع أنه كتير أخبار أنه هو ما بيقدر يفرض على حدا أنه يعلق يافطة أو يشيل يافطة. هلا أكيد ما بيقدر يفرض يعني تعلق يافطة أو فك يافطة أكيد بدون إرادة القيادة لأنه نحن ما لنا معيين. يمكن يكون في حدا من المحمسين شالها أو يمكن يكون واحد منهم من جماعتنا من المتضررين. جولة وإن كانت طبيعية في الشكل فإنها استفزازية في المضمون. طب قلنا كلمة هلا بص وجهك ما بيوحي قلنا كلمة العالم صغير عن جد ما بيطلع فيك ما بيشوف لا استفزاز لا ما بيشوف إلا البراءة قبلك أنا بستوحي يعني بقاء طبيعة يعني اليوم زيارتك طبيعية عادية ما فيها أي طبع شو بتقلوا لأهالي صغارتك الصورة ليش هي هاي الصورة شو بتقلوا لأهالي صغارتك أنا بحبهم أبا هاي صغارتك بس بحب كل اللبنانية ونسليمان فرنجية هو أمتى جاي يا حو لا عن جد ما عندي علم انه ما شعرت اساسا انه في اجر غريب عن صغرتها بصغرتها ماشي صغرتها بتشرع ابوابها لكل الناس هيدي حمله انتخابيه كل الناس بتشارك فيها كل انسان بيحق له يتحرك وين ما بده بلبنان كل انسان بيبني تحالفات وكمان مطرح اللي بده بلبنان احنا مرتاحين وجه صغرتها كما كان سابقا سليمان طوني فرنجيه حاليا هو توني سليمان فرنجي. أبواب المعركة الانتخابية مشرعة في كل اتجاه والاتهامات المتبادلة ستحكم مرحلة ما قبل السادس من أيار. نحن نعرف أنه هلأ بده يشوف ناس بيشوف ناس وبس يخلص شوفت الناس من عشية هول الناس بيجوا بيقولوا طلعنا معه لأنه يمكن طالبين وظيفة لأنه بهالأيام عم بيتجرب الوظائف يمكن لأنه طالبين منه خدمة بهالأيام عم بيتجرب الخدمات يمكن يكون عنده في بعض الناس اللي نحن نعرفهم وهن أهلنا وبيضلوا معنا وبصندوق الاقتراع رخيصنا بس يمكن يعتبروا أنه هلأ بهالأيام يمكن أيام التيار الوطني الحر اللي هو له اليد الطولة بالوظائف تتهمون بالخدمات بالمقابل هن بيتهموكم بالزفت الانتخابي ما شفت في حدا اتهمنا بالزفت الانتخابي بس أبدا بلبنان في حملة من التيار الوطني الحر بتبين ببعض المحلات بأنه نحن عم نحط الزفت مش عن يد نوابهم بس أنه ما بيقدروا يقولوا أنه مناطقهم ما أخذت زفت في دائرة الشمال الثالثة 7 مقاعد مارونية محسومة والمعركة تقتصر على المقاعد الأرثوذكسية 3 في انتظار حسم موقف تيار المستقبل ما بين الحليف أو الصديق. رواند أبو خزام قناة الجديد.